نعاني في البحر هذه من دون التلج، من دون أشباك ولا قوارب، ما أنا صباية واحدة نصطاد عليها. رجعنا لا صباية ما نحب إلا حبة واحدة، من لا قوارب لا أي حاجة، ولا دون تلج. نصطاد الواحد إلى الساعة 5 إلى الفجر الصباح، الآن الساعة 7 من دون تلج. كذا الساعة 7 أشوف هذا السمكة، الساعة 7 أقدي من دون تلج. الآن نطلب من المساعدة في هذا البحر، إننا نحن صيادين، كذا صيادين، والآن الرعب للسوق يخرب السمك من دون تلج. شوف هذا القوارب مدمرة مرمية على الشاطئ، وهذا الميزان حق السمك كان نازل فيه سمك الأخ أحمد عبد الله جئيدي برضو، كان يزن السمك هنا ويسدره للمملكة العربية السعودية. والآن شوف هذا الميزان مدمر، كان نازل سمك هنا هذا الشاطئ الآن مدمر كامل، والقوارب مدمرة وكل حاجة، لا وجد أي حاجة، الأشباك مقطعة. شوف هذا الأشباك مقطعة الآن وجدت كل حاجة، ما فيش أي حاجة. إحنا الآن كان أبناء مديرية ميدي صيادين كثير، كان زيادة عن 1015 قيرب صيادين، والآن دمروا كلها مرمية على الشاطئ، مرمية كلها، كان نصدر سمك السعودية وكل حاجة، والآن شوف هذا الميزان مدمر وكل حاجة، ما فيش أي حاجة، لا تج لا أي حاجة. عن معاناتنا نرجو من الحكومة أن تساعدنا بأي حاجة.